اهلا بكم شباب، فيديو جديد بقناتكم حلمي شو. النهارده هنجيب لكم موديل جديد هيونداي فيلستر 2021، شكل جديد 2020، هي 2020. تعال نشوف امكانياتها وشكلها. ده الشكل الخارجي بتاعها، شكلها جميل جدا، رياضيه. تعال نشوف الاوفر اللي نازل معاها، نازله ب 7500. وين الامكانيات بتاعتها؟ ممكن تعمل سكرين شوت عشان تقرا الامكانيات وتبقى واضح عندك. دي موديل 2020، شوف شكلها من بره. طبعا الجات بتاعتها 18، ده التحديث للعربية بتاعتي اللي شافها في الفيديوهات، الشكل الجديد بتاعها. الجات بتاعتها جميلة، لونها رمادي رمق. الشكل الخلفي بتاعها تحفة، طبعا تربو، يعني عربية سباق بالظبط، 2000 سي سي. الشكل القديم يا جماعة كان نازل 1.6، الشكل القديم 1.6، الشكل الجديد 2000 سي سي. هنشوفها من جوه كده. بنات مقفولة يا جماعة، شكلها عموما التابلو بتاعها حلو. هحاول اجيب لكم العربية من جوه شوية. التابلو طبعا رياضي جدا، كرسي الخلفي برضه طبعا اقتصادية للوقود، اكسلنت. دي اكبر ميزة فيها طبعا، فتحة سقف و جناح قرش، سمكة القرش. اتمنى الفيديو يكون عجبكم يا شباب، ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. لكم حلمي شو، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، موديلات جديدة. سلام.